أقامت الصين صباح يوم الأحد عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى 90 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، وقد أقيم العرض في قاعدة تشوريخ التدريبية بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، حيث قام الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس اللجنة العسكرية المركزية سي جين بينغ بتفقد الوحدات العسكرية المشاركة وألقى كلمة. هذه هي المرة التي قام فيها استعراض عسكري بمناسبة عيد الجيش منذ تأسيس الصين الجديدة في عام 1949، كما هي المرة الأولى التي يتفقد فيها الرئيس الصيني شي جي بينغ مثل هذا العرض العسكري الضخم ميدانيا. شارك في استعراض اليوم أكثر من 12,000 جندي وضابط و600 معدة حديثة، بينها أكثر من 40% يجري عرضها لأول مرة، بما فيها المدرعات والصواريخ المضادة للدبابات والمقاتلات الحديثة وغيرها. وخلال العامين الماضيين شهد الجيش عملية إصلاح شامل، حيث تم إنشاء وحدتين جديدتين هما قوات الصواريخ وقوات الدعم الاستراتيجي، ويهدف العرض إلى إظهار قدرة الدفاع الذاتي التي يدعو إليها الرئيس شي. أنا على ثقة تامة بأن جيشنا البطل يمتلك الثقة والقدرة اللازمتين لهزيمة أي عدوان، ولديه الثقة والقدرة على حماية سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية، كما يمتلك الثقة والقدرة على كتابة صفحة جديدة من قضية تعزيز قدرات الجيش لتقديم إسهامات جديدة أكبر في تحقيق أهداف ذكرى 102 وتحقيق حلم الصيني بنهضة العزيمة للأمة الصينية وحماية السلام العالمي.